هل من وجهة نظرك أنه رئيس السلطة القضائية في العراق متورط أيضا مثل الآخرين؟ واضح يعني كانت قرارات الجهاز القضائي الذي صدر أي تباحث أو متابع بسيط ترى بأنه هذه القرارات ضد المكون السني وضد الكرد. أحسنت ديدين يعني نفسه أحسنت. أنا أشجعك دكتور رابين بارك الله بك. يعني أنت تقول الحزب الديمقراطي متورط، هذا اعتراف عندك. أنا طبعاً أتحدث بورك يعني المؤسسة يعني القضائية متهمة. أتحدث بصفتي أي متابع بسيط قاعد على التلفزيون. لا مو متابع بسيط، هذا اتهام للمؤسسة القضائية ولرئيس مجلس القضاء الأعلى. حضرتك الآن تتهم وأنت لك اليد ومن تمثل بهكذا تقارير عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، رغم أنه قبل قليل رئيس إقليم كردستان يدين هذه الأفعال ويدين هذه الأفعال. يعني أصلا كنت قاعد أسمعكم وسؤال موجه لنا يعني ما تمام. بس لحظة دكتور محمد، اي قرار تجيب لي اياها يكون ضد هذا المبدا الذي عرضته لجنابك خليه يجيب لي مثال. مثلا يقولون والله بالانتخابات نحن كنا غير راضين على نتائج الانتخابات، واجتمعوا جماعه من الاتباع المصوتين بالنسبه للانتخابات الاخيره وقالوا احنا مش راضين على نتيجه الانتخابات وهجموا على السلطة القضائية وهرب سيد رئيس السلطة القضائية. شنو هرب؟ يعني أمر فتر عليه بالانتخابات الأخيرة والموافقة.